ده البني. يعني ايه بني؟ بناء على تعليقاتكم واسئلتكم عن ايه هو البن وقصة اكتشاف البن وازاي بس بتتزرع وازاي بتتحسد وازاي بتتفرز وازاي بنعمل التوليفة بتاعتنا. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب. تباركوا منتظرين لايك وشير. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بشكر النهاردة كافيه ميكال اللي موجود في 18 شارع الثورة قربة مصر الجديدة اللي هو استضافنا النهاردة عشان حلقتنا النهاردة عن القهوة. إيه هي القهوة؟ هنعرف قصة اكتشاف القهوة، هنعرف إزاي بتتزرع الشجرة بتاعت القهوة، إزاي بنحصدها، وإزاي بيتم تنظيف الثمرة وتقشيرها، وازاي بنولف، وازاي بنحمص، وازاي بنعبي عشان يوصل لنا فنجان القهوة في الآخر، فنجان الإسبريسو أو الأمريكان أو التركيش كوفي المظبوط. أول حاجة هنتكلم عليها إيه هي قصة اكتشاف القهوة. قصة اكتشاف القهوة ليها قصص كتيرة، في منها اللي قال بدايتها في الصين، واللي قال في أمريكا اللاتينية، واللي قال في أفريقيا، بس الأكثر شيوعاً هي قصة راعي الغنم كالدي أو خالدي في بلد أثيوبية اسمها كابا. راعي الغنم ده كان بيرعى الغنم بتاعته في الغابات الأثيوبية، وفي مرة من المرات نزل المشية بتاعته أو الغنم بتاعته في قطعة أرض الثمرات بتاع الشجر كانت واقعه على الارض فاكلها الغنم. فاخر الليل خدهم مروح لقى ان الغنم بتاعته قاعده بتتنطط ومزططه وكده وقاعده بتاكل وفي نفس الوقت بتدرله لبنه. راح مكرر الموضوع عشان استغرب جدا. قرروا تاني يوم نفس الكلام بنفس الظواهر، الاكل الغنم بتاعته فضلت تاكل من الثمار وروحت اخر الليل بكامل النشاط بتاعها وقعدت برضه تدرر له اللبن. فراح نفس المكان اللي كان بيرعى فيه الغنم بتاعته لقى ان هي كانت بتاكل ثمار شبه الكريز، لونها احمر غامق. فخد الثمار دي وطحنها وكلها، فلقى نفسه قوه تركيزه زادت، سهران ما بينامش، مش جاي له نوم خالص، فاتبسط اللي هو اكتشف ثمار جديده. وكده بدات القهوه تكتشف عن طريق راعي الغنم كالدي. راعي الغنم ده بعد ما زقطت ان هو اكتشف الثمار دي راح لعمه الراهب في الدير اللي هو في بلد اللي اسمها كافا. اول ما شافه قال له ان انا اكتشفت الثمار دي، والثمار دي بتأدي ان انا ما بنامش وان انا مركز وان انا مزقطط ومصحصح على طول. فعمه خد منه الثمار دي ورماها عشان خايف ان هي تكون فيها ارواح شريره. بس بعد ما جابه عنده في البيت وبدا يحمص الثمار دي ويطحنها وغلاها وشربها، اكتشف اول فنجان قهوه
عن طريق الراعي الغنم بلدي واللي انتشرت في بلاد افريقيا باسم قهوة الجبنة. قهوة الجبنة هي اكثر انتشارا في بلاد افريقيا. طيب هنتكلم ازاي اوروبا عرفت القهوة في الوقت ده، وقت ما بلدي او تم اكتشاف ثمرة القهوة، كانت اوروبا المشروب الرسمي ليها هو الواين. فلما بدأوا يعملوا رحلات استقطاب العبيد من افريقيا، بدأوا ياخدوا العبيد مع الثمار المشهورة لكل بلد، فكانوا بياخدوا من اثيوبيا حبوب وثمار القهوة فبدأوا ياخدوها معاهم، فبدأت تنتشر في بلاد اوروبا كلها، وكانوا سموه ساعتها الواين العربي او الواين الافريقي. ده بالنسبه لقصه اكتشاف القهوه. دلوقتي هنتكلم ازاي الشجره دي بتتزرع، وايه الشروط اللي لازم الشجره تتزرع فيها شجره البن دي. شجره البن عشان تتزرع لازم تكون المناخ بتاعها ما بين درجه 15 ل 25 درجه مئويه. طب كده انا هتسأل، طب ما هو ممكن مصر كده تزرع القهوة؟ لا، لان ليها اشتراطات معينة في التربة بتاعتها. كل البلاد اللي على مدار خط عرض مدار السرطان هي البلاد المنتجة والزارعة لثمرة القهوة. اشمعنا البلاد اللي على مدار السرطان؟ لانها تربتها غنية، وفي بعض البلاد منها التربة بتاعتها بركانية، ودي اكتر تربة مناسبة لزراعة شجرة البن. طب ايه كمان غير درجة الحرارة انها لازم تبقى من 15 ل 25؟ برضو لازم الارض دي تكون مرتفعة عن سطح البحر من 500 ل 700 متر. طب ايه كمان؟ لازم سرعة الرياح تكون من 900 لكيلو 700 عقدة في الساعة. حتى سرعه الرياح اي خلل في الاشتراطات دي عمرك ما هتحصل على شجره بن كويسه. وعشان كده نلاقي بلاد امريكا اللاتينيه كلها منتجه لشجره البن، بلاد افريقيا الوسطى كلها بتنتج البن، اليمن، اندونيسيا، فيتنام، في اسيا برضو كلها بتزرع شجر البن. طب ايه كمان بالنسبه لشجر البن؟ شجر البن لازم يكون على تربه غنيه جدا جدا جدا. طيب ارتفاع شجره البن بيبقى عامل ازاي؟ بيتراوح برضو باختلاف البلاد بتاعته. عندي من اول 3 متر لغايه 10 متر باختلاف النوع بتاع الحبه اللي انا بزرعه. في انواع كتيره من الحبوب بتاعت البن، بس الاكثر شيوعا هم حبتين، حبه الارابيكا وحبة الروبوستا. ايه الاختلاف ما بين حبة الارابيكا وحبة الروبوستا؟ نمرة واحد، حبة الارابيكا بتبقى شبه بيضاوية. يعني ايه شبه بيضاوية؟ يعني مش مدورة، بيضاوي. انما الروبوستا بتبقى شبه دائرية. طيب ايه كمان؟ الخط الفاصل في الحباية في الارابيكا بيبقى مستقيم، في الروبوستا بتلاقيه متعرج. طب ايه كمان؟ القوام بتاع الحبايه نفسه. الارابيكا، حبه الارابيكا بتبقى هشه، انما حبه الروبيستا بتبقى قويه في القوام بتاعها. طب ايه كمان يا باشا؟ نسبه الكافيين مختلفه ما بين حبه الارابيكا وحبه الروبيستا. حبه الارابيكا بتحتوي على من 1 ل 1.7 كافيين، انما الروبيستا بتبقى من 2 ل 4 كافيين. طب ايه الكافيين ده؟ الكافيين ده مادة ربنا خلقنا المخ بتاعنا بيفرزها، بس انا بزود نسبة الكافيين في جسمي عن طريق مشروب القهوة. وفي كمان اصناف كتيرة بقدر اخد منها نسبة الكافيين اللي هتقدر تكفي جسمي. اشهر بلاد العالم اللي بتنتج حبة الارابيكا هي بلاد امريكا اللاتينية. اشهر بلاد بتنتج او بتزرع حبة الروبستا هي بلاد افريقيا الوسطى واليمن وفيتنام واندونيسيا.
تكوين وظيفة حبة الأرابيكا في فنجان القهوة بتاعتي إيه؟ هو إن حبة الأرابيكا مسؤولة عن طعم، عن إعطاء الطعم اللاذع الحمضي لفنجان الإسبريسو اللي هي بنسميها الأروما. إنما حبة الروبستا وظيفتها في فنجان القهوة إن هي بتديني المرارة وبتديني الوش الجولدن براون اللي احنا متعودين عليه في شوت الاسبريسو بتاعنا. بكده هو نكون خلصنا ايه هو الفرق ما بين حبه الارابيكا وحبه الروبوستا. طيب انا دلوقتي موفر درجه الحراره، موفر سرعه الرياح، موفر ارتفاع الارض عن سطح البحر، ويفضل كمان ان انا هتبقى التربه بتاعتي تربة بركانية. الشجرة بتاعتي بتنمو باختلاف انواع الحبوب بتاعتها عندي من 3 متر لغاية 10 متر زي ما قلنا. بيتم حصد شجرة البن مرتين في السنة، كل حصدة وحصد ما بين كل حصدة وحصدة 6 شهور. طب الشجرة الواحدة بتديني قد ايه؟ بتديني من 2 كيلو ل 2 كيلو ونص في الحصدة الواحدة. طيب يعني كده لو انا زرع 3 شجرات هيدوني 6 كيلو. لا، هو الموضوع مع الناس اللي عامله مزارع للبن بيبقى الفقير فيهم عنده 3000 4000 شجره، فبالتالي لما بيجي يتم يعمل عمليه الحصد الاستثمار فبيلاقي عنده كميه كبيره يقدر يشتغل عليها. طيب ثمره البن بتبقى ازاي؟ اول ما بتبدا الشجره بتكبر بتعمل ورود بيضاء، بعد كده هوت الورق الابيض ده بيقع بيتظهر، بتفضل الثمره وبيبقى لونها اخضر. الثمره دي مع مرور الوقت بتقلب للون الاصفر، ومن اللون الاصفر للون الاحمر الفاقع، بعد كده هوت بتوصل للاحمر الداكن. لما بتوصل للدرجه دي بيبقى لازم احصد الثمار بتاعتي على الدرجه دي، ودي بكده اضمن ان الثمره تم نضوجها واكتمال نموها داخل حبه الشيري. بعد كده هو نيجي لمرحله الحصد. مرحله الحصد بتتم عن طريقتين، لاما حصد الي لاما حصد يدوي. الحصد الالي ان هو بتبقى فيه عربيه كبيره بتبقى ماشيه وبيبقى جنبها جهاز كده اهوت، الجهاز بيبقى فيه اسياخ، مجموعه اسياخ متشابكه مع بعضيها، بتدخل في الشجره بتعمل لها عمليه فايبريشن، فبالتالي الثمار المكتمله النضوج بتقع على سير، السير اخره العربيه النقل اللي ماشيه جنب المكنه دي، او بيتم عن طريق الحصد اليدوي. يعني ايه الحصد اليدوي؟ وده اكتر شيوعا في بلاد افريقيا وفي بلاد امريكا اللاتينيه معظمها مش كلها، وهو بيتم عن طريق ان افراد من المزرعه بيشيلوا قفف كبيره وبيتم انتقاء الثمار. طب ايه الحلو في دي ووحش، والحلو في دي ووحش؟ في الحصد الالي بيتم عمليه الفايبريشن للشجره فبينزل معاها ثمار غير مكتمله النمو، انما بضمن في الحصد الالي ان انا مش هقطف غير الثمار المكتمله النمو. بعد كده اهوت بناخد الثمار دي وبنغطسها، نغمرها كلها في ميه عشان الميه الثمره بتاعت البن تشرب الميه فتعمل عازل ما بين القشره والحب بتاع البن من جوه، وكل ثمرة بيبقى فيها حبتين بن متلاقطين في الوش كده وعليها الغلاف، فلازم اغطسها في مية عشان المية تتشرب وتعمل فاصل ما بين الحبة والقشرة. بعد كده بشيلها وبنروح لعملية التنظيف وتقشير الغلاف او القشرة بتاعت البن او القهوة. برضو بالنسبة للتقشير والتنظيف بيتم عن طريقتين، تنظيف آلي أو التنظيف اليدوي.
اليدوي اللي هو نفس العمالة بتقعد تقشر ثمرة ثمرة، إنما الآلي بتبقى عبارة عن مكنة، المكنة دي بينزل فيها ثمار القهوة، بيبقى فيها ترس، الترس ده بيعمل عملية فرم للثمار الموجودة فيه، بيبقى فيه اتنين خارج، واحد بيخرج منه الثمار الخضراء اللي تم فصلها عن القشرة، ومن الناحية التانية بينزل القشر لوحده. طيب الثمار باخدها وبحطها على جنب، القشر باخده وبيشتغل في الطريقتين، لإما بيروح لمصانع الأدوية عشان يستخلصوا منه مادة الكافيين اللي بتدخل في معظم الأدوية اللي موجودة، أو بياخدوها كسماد عضوي للشجر بتاعه. أما بالنسبة للبذر أو الحبوب الخضراء باخدها وبيتم نقعها تاني في مية، وبعد كده بشيلها، وبيبدأ عملية التأكد من نظافة الحبوب والتأكد ان مفيش قش لازق على الحبوب الخضراء بتاعت البن. بعد كده باخدها وبفرشها على طبالي خشب في الشمس من 3 لـ4 أيام عشان يتم تنشيف وتجفيف الثمار دي. بعد كده بنبدأ ناخد الثمار دي ونغطسها تاني في المية عشان لو في اي قشر لازق في الحبوب بنعمل له عملية تأكيد على نزع القشرة عن الحبوب، وبتتم تاني نشرها على الطبال الخشب دي في الشمس لمدة من 3 لـ4 أيام. بعد كده بنيجي لمرحلة الفرز البن. فرز البن هو عالميا مصنف ان هو 4 أنواع، زي ما كل حاجة في الدنيا ليها فرز، سيراميك، إشاني، أي ألوان، أكل، ناس، كل حاجة متصنفة ومتفرزة في الدنيا بتاعتنا دي. فعملوا 4 أنواع فرز للحبوب، واختلاف كل فرز على مقاس حبة البن أو البذر البن اللي بينزل فيها. تبقى عبارة عن مكنة فيها 4 أدراج، 4 الأدراج دي مخرمة، كل درج بتخر ليه المقاس بتاع الحباية اللي لازم تقعد في الفرز ده، اللي أقل منها بتنزل على الرف اللي بعديها، واللي أقل منها بينزل على الدرج اللي تحتيها وهكذا. فأول فرز عندي هو الـ AA، تاني فرز اللي هو الـ AB، تالت فرز الـ CA، رابع فرز والأخير اللي هو الـ CB. ودايما مع أي شوال بيتعبى حبوب خضراء، حبوب قهوة خضراء، بيتم إرفاق نوع أو درجة الفرز مع اسم البلد اللي زرعت الحبة دي. بمعنى في بلد في أوغندا اسمها بوجسة، فبيكتبوا على الشوال بوجسة AA أو بوجسة AB أو بوجسة CA أو بوجسة CB. طيب طبيعي جدا ان انا بعد ما بليت الحبوب وحطيتها ونشفتها وفرزتها هيبقى عندي فيه بواقي قشر، وهيبقى عندي بن، حبوب بن مكسوره. دي بتبقى في اخر المكنه اللي انا بيتم فيها عمليه الفرز، الحبوب دي المتكسره مع القشر باخدها وبطحنها ناعم جدا، وبعد كده بيتحط عليها مجموعه احماض امينيه وبتدخل تحميص لدرجة من 300 لـ350 حبة ذرة التراب أو ذرة البن المطحونة دي بتنفش، فبتبقى الانستنت كوفي أو قهوة سريعة الذوبان. بكده نكون خلصنا مرحلة الفرز. بعد كده لمرحلة التوليف. يعني ايه التوليف؟ أنا عندي حاجة اسمها البلند. يعني ايه البلند؟ يعني ان انا عايز اعمل بن اسبريسو، طيب هحط قد ايه ارابيكا وهحط قد ايه روبوستا؟ انا هحط 70% ارابيكا، هحط في 30% روبوستا. طب كده المراره والوش الجولدن براون هيبقى تقيل قوي. ممكن اعمل بلاند تاني 60% 80% ارابيكا،
20% روبوستا. كده يبقى الموضوع خف معايا، كل ما بزيد بالنسبة الارابيكا كل ما بقلل المرارة، والوش الجولدن براون بتاعي بتاع الاسبريسو. نيجي لعملية التوليف، انا عايز اعمل بن اسبريسو لازم نسبة الارابيكا تبقى اعلى من نسبة الروبوستا. طب لو عايز اعمل امريكان كوفي او فلتر كوفي زي ما بنسميه، لازم ومن اشتراطات الفلتر كوفي ان هو ما يبقاش فيه اي برسنتج او اي نسبة من حباية الروبوستا. ليه؟ عشان القهوة الامريكية او الفلتر كوفي هي قهوة من غير وش، من غير مرارة، ما فيهاش نسبة كافيين عالية. عشان كده تعتبر الولايات المتحدة الامريكية هي اولى بلاد العالم استهلاكا للبن. هما مش عشان بيشربوا اسبريسو تركي، لا، هما عشان بيستخدموا الامريكان كوفي او الفلتر كوفي. البلند او التوليفه بتاعت الاسبريسو بتختلف عن الامريكان، بتختلف عن التركي. طب بتختلف في ايه؟ زي ما قلنا، اول حاجه نسبه التوليفه نفسها، لازم في الاسبريسو نسبه الارابيكا تبقى اعلى من الروبوستا. في الامريكان زي ما قلنا لازم تبقى 100% ارابيكا. طب في التركي؟ لا، في التركي هي ليها مواصفات معينه، اهمها ان نسبه المراره والوش بتاعها لازم يكون تقيل. فبالتالي من احد اشتراطات التركيش كوفي ان انا بحط 50% ارابيكا و 50% روبوستا. ده لو انا بعمل بن ساده. انما لما بحب احط عليها تحويجه زي ما بنقول، بنحط عليها الحبهان، زر الورد، جوز الطيب، الكلام ده كله بيبقى اوفر على البرسنتج دي. طيب الطحنه في الثلاث انواع دول بتبقى عامله ازاي؟ الطحنه في الاسبريسو لازم واشتراطات ان هي تكون متوسطه الطحنه. طب في الامريكان لازم تبقى خشنه. طب في التركي لازم تبقى ناعمه. نسبه الكافيين في الاسبريسو هي نسبة متوسطة. طب ليه متوسطة؟ عشان نسبة الروبستا في الاسبريسو قليلة، فبالتالي النسبة الأعلى للأرابيكا مش للروبستا. طب في الأمريكان كوفي هي قليلة الكافيين عشان كلها 100% أرابيكا، إنما في التركي الكافيين بيبقى عالي لعلو نسبة الروبستا فيها. طيب بالنسبة للوش في الاسبريسو، لازم شوت الاسبريسو من اشتراطات شوت الاسبريسو السليم ان هو يديني وش جولدن براون اللي هو الاصفر الذهبي او البني الذهبي. بالنسبه للامريكان من غير وش خالص، بتنزل من غير اي وش. التركي لازم يبقى فيها الوش السميك والكافيين العالي. طب احنا بنشوف في النت بعض الناس بيحطوا ايه؟ بينقطوا ميه فوق الوش على القهوه التركي. السبب في كده ايه؟ كله يقول لك ايه؟ عشان البن يركز تحت. لا، هو مش عشان البن يركز تحت، انا بنقط الميه كده اهوت، او هي عاده اكتسبت عشان اعمل فجوه في الوش الكثيف اللي هو مأديه نسبه الروبوستا العاليه، تعمل ثغرات في الوش بتاع القهوه، في الجاني القهوه بتاعتي، فبالتالي يسمح بدخول هواء عشان يقلل لي درجة الحرارة بتاعة الشوت بتاعي. بعد كده هو هنبدأ في مرحلة تحميص. أنا بعد ما ولفت محتاج أحمص الحبوب الخضراء بتاعة القهوة بتاعتي. فأنا عندي أربع درجات من التحميص. أول مرحلة اللي هي النورمال روست، اللي هي مرحلة التحميص العادية خالص، دي بتبقى درجة الحرارة بتاعتها من 180 ل 200 درجة مئوية. بعد كده بتيجي مرحلة الميديوم روست، دي اللي هي مرحلة التحميص المتوسط، بتبقى من 200 ل 250 درجة مئوية. عندي بعد كده الدرجة اللي بعديها اللي هي الهاي روست، اللي هي بتبقى درجتها من 250 درجة مئوية لغاية 300 درجة مئوية. بيبقى عندي مرحلة بعد كده أو طريقة تانية للتحميص، اللي هي طريقة الدارك روست،
الدارك روست دي بيخلي الزيوت الطيارة بتاعت الحباية تظهر على الحباية تلاقي الحباية صمرة وبتلمع قوي، ده نتيجة لخروج الزيوت اللي موجودة في البذرة بتاعت القهوة بتاعتها. درجة الحرارة في الدارك روست بتبقى من 300 لـ350 درجة مئوية. بعد كده هو بنيجي لمرحلة التعبئة أو الباكينج. اشتراطات لازم عشان أعبي البن بتاعي المتحمص، لازم أسيبه يبرد خالص لغاية ما يهدى وأبدأ أعبيه في الأكياس بتاعتي. الأكياس بتاعتي لازم تكون من الألمونيوم عشان تسمح بالاحتفاظ بالزيوت الطيارة الموجودة في البذور بتاعتي وما تخليهاش تطير. ولازم الكيس بتاع البن بتاعي يبقى فيه البلف بتاع الهواء، ده بيسمح بخروج الهواء ما يسمحش بدخول الهواء الخارجي للكيس بتاعي، فبالتالي بقدر احتفظ بيه لأكبر فترة ممكنة. بكده هو نكون اتكلمنا عن كل حاجة خاصة بالقهوة، شجرة البن ازاي بتزرع، ازاي بنحصدها، ازاي بنفرزها، ازاي بنحمصها وبنعبيها كمان لغاية ما بتوصل لك جاهزة عشان تستخدمها. لو عجبكم الفيديو مستنيين الكومنتات بتاعتكم كالعادة، دايما باخد الكومنتات بتاعتكم وبجاوب عليها لإما في فيديوهات لإما بجاوب عليها في الكومنت نفسه بعمل ريبلاي. لو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا لنا لايك وشير على الفيسبوك، ومتنسوش تفعلوا زر الجرس وسبسكرايب على قناتنا كماركو على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.